يسعد لي مساكم جميعا. اليوم ان شاء الله بسوي معكم وصفة سريعة وبنفس الوقت صحية. بسوي خضار سوتيه بالدجاج. في البداية حطيت زيت زيتون بحمس فيه شوية دجاج، بعدين راح نضيف الخضار. طبعا هذه حلوة، ممكن تاكلونها كذا، ممكن تاكلونها مع مكرونة كذا محموسة بزيت زيتون، زي ما تحبون. طبعا الصاجة عندي او القلاية مرة سخنتها، حطيت زيت الزيتون عشان ابي الدجاج يحافظ على العصارة وما يصير ناشف. ميزة سوتيه الخضار انه سريع جدا، وكل المقادير كذا على بعضها، يعني حمسنا الدجاج، حطينا البصل سريع سريع، بعدين بنحط الفلفل البارد، الخضار. طبعا الخضار حسب ما انتم تحبون، اي نوع خضار انتم تفضلونه. بعد ما حمست الدجاج مع البصل راح اضيف الثوم، وبعدين ابدا بالخضار. ببدا احط البهارات، عندي بابريكا، وعندي بهار الدجاج، وملح وفلفل اسود. ما راح اضيف الملح، راح اضيف صوص صويا، هذا اللي راح استخدمه لانه شوي مالح فما يحتاج الملح. بس فلفل اسود وبهار دجاج وبهارات مشكله، بابريكا، يعني بهاراتكم اللي انتم تبونها. برضو الحمس سريع سريع. ببدأ بالخضار اللي تاخذ أكثر وقت ممكن بالسوى، زي البطاطس قطعتها زي ما تشوفون طويل كذا، قطع طويلة، والجزر، وكمان فاصوليا. طبعا انتم الخضار حسب رغبتكم، اعطيني الفاصوليا. نضيف كمان الفاصوليا، هي اللي تاخذ وقت في البداية. الكوسة آخر شيء، والفلفل الملون برضو آخر شيء عشان ما يذبل مرة. وطبعا هذه حمسة الخضار على السريع، ما نبيها تستوي مرة، يعني ممكن تقرقش معكم ألذ ترى، إذا انهرت ما أدري يصير راح طعمها وراحت أصلا قيمتها الغذائية. بعد ما خليتها شوي كذا أبو 5 دقائق أو أزود شوي، راح أضيف الحين الكوسة، وراح أضيف بسم الله الذرة، الحماس شين ترى، وراح اضيف الفلفل الاخضر الملون، اذا مو متوفر عندكم متلون جاني اليوم. اكتفوا بالاخضر خلاص، وتقليبه كذا، وتقريبا خلاص السوتيه كذا جاهز. طبعا الكوسه ما تاخذ وقت، مجرد تقليبه دقيقتين خلاص تستوي بالحراره. والفلفل البارد اصلا انا ما بيستوي، يعني كذا تقريبا جهز. نجهز المكرونه ونقدمها مع الخضار. الحين بسوي المكرونه، بحط زيت زيتون وبحمس معاه فصين ثوم. خلي كميه زيت الزيتون شوي راهيه عشان ما تتلصق المكرونه. طبعا المكرونه سلقتها، ودي اني حطيت مشروم بس ما توفر اليوم عندي، فمو مشكلة كذا كفاية. بعد ما حمست الثوم بضيف المكرونة اللي سلقتها، وبضيف بهارات ايطالية وزعتر بري وملح وفلفل اسود وشوي فلفل حار حسب الرغبة طبعا، وتقليبة برضو على السريع. انا ما بي لاحط عليها لا صوص ولا ميحزنون، بس بحمسها مع الثوم وزيت الزيتون تعطي نكهة أليمة. ممكن اضيف كمان الروزماري، بضيف روزماري يعطيها نكهة حلوة. جربوها مع المكرونات مع كل شيء، الروزماري أليم أليم. خلاص كذا المكرونة جهزت، يعني ما تاخذ لها تقليبتين تكون جاهزة. بقدمها الحين مع سوتيه الخضار اللي سويناه. وهذا سوتيه الخضار قدمته فوق السباجيتي اللي حمسته مع الثوم والبهارات الإيطالية والروزماري، وريحتها يا الله من فضلك سهلة ولذيذة وخفيفة. بالعافية.